كانيلوني بالسبانخ والريكوتا. الحشوة رح نحتاج لزيت زيتون، ورح نحتاج لملعقتين كبار بصل مفروم، وحبتين ثوم برضو مفروم، ملح وفلفل، ربع كوب ريحان مفروم، 6 أكواب سبانخ طازج مفروم، و400 جرام جبنة ريكوتا. أما للصلصة رح نحتاج ما يلي: ملعقتين كبار زيت زيتون، بصلة مفرومة، 3 حبات ثوم مفروم، 4 حبات طماطم مقشرة ومعصورة، ربع كوب معجون طماطم، رشة سكر، ملح وفلفل، ربع كوب كريمة، جبنة بارميزان وموزاريلا مبشورة. هلأ يا جماعة، أنا بس بدي أقولكم شغلة، الحشوة ما بدي فيها بصل كتير، فأنا حطة معلقة بصل، يعني أنا البصل مقسمته على صلصة البندورة اللي رح نعملها، يعني بصل تحلفوا عليه بس، بس عشان النكهة، إنه تحلفوا عليه. آه بالضبط، تحلفوا عليه. آه بس ما بدي إياه يكون طعمه ظاهر، حتى في بعض الوصفات ما بيحطوا لها بصل بالمرة. أنا بس عشان التنكيه يعني مدبلته تحت الهواء، رح أرجع أدبله شوية صغيرة، ورح أزيد عليه بعدين السبانخ اللي عندنا حتى يتدبل معاه، بس عم بستنى شوي تسخنها يا سخنات، وشوية ثوم. فهي البصل رح ننزل شوي من هالثوم اللي عندنا، أحط هلا زيت زيتون، بصل، ثوم، رح أحط السبانخ لأني بدي إياه يكش معي، بدي اياه يتضاءل حجمه، فرح احطه ونحرك وانت بتتحدث عبين ما طيب تصير هاي العمليه معنا. ايش عم نعمل؟ وبتحطي انت نجد، وشو هذا؟ ملح. ليه؟ عشان يدبل السبانخ. اوكي هلا بتدبل معنا اسرع. ملح وفلفل. حلو، بس هي لانها هيك اصول الوصفه حبيت اقدمها زي ما هي، وكل واحد طبعا حر بمطبخه شو بيبدل وشو بيعمل. صحيح، الخيارات طيب متاحه. اكيد انا بس بدي ادبله يا دوب، ما بدي اياه يدبل ويسود ويغمق، يا دوب بدي بس حجمه يتضاءل. ورح أطفي عليه النار، السبانخ مع البصل والثوم، وهون عندي زي ما اتفقنا عندي جبنة الريكوتا الأصلية، وهون خلطتها بجبنة التشيز كيك اللي بنستخدمها، ما رح أحكي شو اسم البراند بس مبين شو هي، لأنه هاي غالية فعشان الكل يقدر يستعملها وما حد يقول لي إنه الأصناف شوي إنه يعني غالية كثير الريكوتا؟ لا يعني أغلب دينار شوي من هديك. أوكي. بس إنه يعني بتفرق للي بده يعني يجيب علبتين طبعًا مثلاً طبعًا، عرفت شو قصدي؟ 100% طبعاً. فهلا بس بدي اشوفه تكون كريميه بهيك بحراره الغرفه بهاي الطريقه، عشان اقدر اضيف عليها السبانخ، يا سلام، والبصل والثوم اللي عندنا. ماشي يا استاذ، يا عيني. وبدنا نحط برضو عليهم انا حشيل هذول الاغراض لهناك. اوكي اوكي بدنا نحط عليهم شوي من الريحان، فأنا ما بدي يكون بس فيها سبانخ، برضو بدي يكون فيها ريحان طازة، فبرضو رح أقطعه بهاي الطريقة، وما رح يعني ما بنحطه على النار طبعا عشان ما يدبل كتير، فمنخليه أخضر، بنحطه جوا الخلطة، وتوصوا فيه الريحان بيعطي نكهة كتير طيبة بهاي الوصفة. خلص هيك تمام، رح نخلطهم كلهم مع بعض. شوفوا كيف بصير طري من حرارة السبانخ. اوكي اذا هلا هون عندنا البصل والثوم، رح نحط البندوره الطازه اللي انا مقشرتها ويعني خلطتها على الخلاط. شوفوا هلا شو بدنا نحط عليها. بدنا نحط عليها دائما رشه سكر على البندوره، وبدنا نحط فلفل اسود، وبدنا نحط ملح. فإذا سكر ملح. انت مليتي ريحة الاستوديو هيك، روائح عطرية زاكية صح، الريحان والجبنة والثوم. اوكي فحطينا بصل، ثوم، بندورة، ملح، فلفل، سكر، أعشاب إيطالية مع بودرة ثوم مجففة للصلصة. رح نضيف إشي لا يذكر، إشي كتير قليل من مي المي، بس أنا ما بدي إياها مرقة. شفت شو عملتها سميكة؟ ما بدي إياها تكون مرقة، ترخاية بسيطة بالضبط. ليه؟ لأنه لسه رح أدخلها كريمة. هاي الروزي صوص، هاي الصلصة البينك صوص أو الروزي صوص اللي هي بتيجي بين الحمراء والبيضة، فرح نحط لها شوية كريمة تقريبا هيك، ونخليهم كلياتهم يغلوا مع بعض ويتجانسوا على النار. يا الله شو المزيج هيك، ريحة المزيج روعة يا جماعة. يعني لها. يا ريت إنه الروائح يعني ترسل ترسل. آه والله خليني بس اتاكد انه ما بدها ملح. هي توصف، انا قاعد بحاول اوصف قدر الامكان يعني. اوكي رح ازيد الملح نقطه صغيره،
نقطة صغيرة. أنا بدي أصير شيف طلياني. خلاص طلياني. سمير ستموني. ستموني. سمير كلانوني. هاي السبيشالتي عندك في المطعم بتكون. وتكون هاي السبيشال عندي بالمطعم. بدنا ناخذ هالحشوة الحلوة. طبعاً هلأ هو سمير بما أنه صارت هوايته الجديدة الطبخ. رح يكمل هو حشي. أعطيني بس دقيقة أشوف كيف ال هذا الشيء. لا لا أنت ما عليك، أنا خليني أفرجيهم بالأول بعدين أنت بتدخل على الخط. أوكي. حطيتها بس عشان أسهل يعني عملية التوزيع داخل التيوب. بدي أقصه بس هاي هي عشان لما بنعمل هيك ما نستعمل معلقة ونوسخ الدنيا، خلاص نستعمل هاي الطريقة. في طريقة أسهل. تمام. طيب هلأ شايف كيف الصوص تغير لونها؟ هذا هو القوام اللي أنا بدي إياه. رح نحطه فوق القوام واللون. واللون رح نحطه هيك. شايفين كيف سميك؟ أنا ما بدي إياه يكون مرق. رح تسألوني رح تستوي؟ رح تستوي يا جماعة لا تخافوا. رح نوزعها هيك. وهلأ شو؟ هلأ في حلقة إجرام. إمبراطورية. شو هي؟ أنت إمبراطورية. شو هي هلأ حلقة الإجرام؟ الجبنة. يا. موتزاريلا وبارميزان. يا عيني. ووزع. جواتها جبنة. وجبنة من فوق. ما تفحصوا كوليسترول اليوم. مع الصلصة ويا الله.